تعالى نقعد واحدة واحدة كده، هتكلم في الكونتنتس الأول وبعد كده نخش ان ديبث فيه. احنا تعالى كده مراجعة سريعة على الاند يوزر الأول، احنا اشتغلنا ايه في الاند يوزر؟ جي ال تمام وعندنا الجيرال ليجر ما هو جي ال المانيوال انتري. اوكي وبعد كده اشتغلنا بيبل تمام ودخلنا جي ال او ريسيفابل وجي ال اشتغلنا بالايزي بالانجوي بالانجوي والكومبلكس وبعد كده بيبل ريسيفابل والاسيتس والبلوك والجانك. اوكي والكاجوال والكاجوال صح كده؟ طيب باختصار نعمل مراجعة سريعة. احنا عندنا كلاينت مثلا اسمها مثلا ستارت بول او سيبك من عشان هي على السيستم عشان الكورس التاني شرح لهم نفس المثال بتاع ستارت بول، فعمل لهم الشغل بتاع الكونفدريشن مع ستارت بول. فبدل ما نتلخبط لا خلينا احنا عامر جروب عامر جروب. عندنا مجموعة شركات عامة، دي شركة ولا دي الكيان الكبير؟ الكيان الكبير. الكيان الكبير تمام. الكيان الكبير دوت اسمه كلاينت صح كده؟ تمام. احنا عرفنا ان اسمه كلاينت وعلى السيستم برضو بيتقال ان اسمه كلاينت، بس لما بنيجي في شاشات تانية بيبقى ليه اسم تاني اسمه كومباني. ان انا بكري الكومباني، بكريت الكومباني يعني بكريت الكلاينت تمام كده. كومباني هي كلاينت، اما كل شركه مستقله قانونا اللي هي في الواقع اسمها كومباني، كل شركه في الواقع اسمها يعني مثلا تحت عامر جروب. احنا قلنا مثلا انا هقول مثالين من شركتين بس، اقول عند بورتو سخنه سخنة عنده شيلز تمام كده. دي ايه ودي ايه؟ دي كومباني. كومباني ماشي، كومباني في الواقع شركة ليها كيان قانوني. دي فور كرب. ايه؟ دي فور كرب اللي تمام. سري كرب صح كده؟ لا ايوه ماشي نوضح بقى ماشي. دي كده كومباني كود صح؟ لا طيب في نقطة دول كمباني كودز صح، ان هو احنا عندنا الشركة على السيستم. فاكر السيستم وايد كونسبتس؟ احنا عندنا مجموعة عامر جروب، عامر جروب ده الكلاينت بتاعنا، ده العميل، ده الشركة الكبيرة، الشركة القابضة، الهولدنج كومباني، الكوربريشن كومباني تمام. دي كيان تحتيه كذا شركة، لكل شركة لها كيانها، لها لها الاستقلالية المالية والاقتصادية والقانونية بتاعتها صح كده؟ يبقى احنا في الواقع احنا بنقول كلمة شركة على ايه؟ على كل شركة ليها كيان قانوني واقتصادي لوحده صح كده؟ ده في الواقع. على السيستم بنقوله ايه؟ كمباني كود. يبقى احنا عندنا بورتو سخنة ده كيان اقتصادي ومالي وقانوني منفصل او مستقل تمام كده؟ ده في الواقع اسمه كمباني، على السيستم كومباني كود. تشيلز برضو كومباني كود. اي شركه ثالثه، اي حلقه سمك، استوديو مصر، بورتو مارينا، والمشاريع الباقيه كلها، كلهم كل ده
كل واحد شركة، صح كده؟ ليها الكيان المالي والقانوني المستقل بتاعها، ده كده كمباني كود. اما عامر جروب بالنسبة لهم هي ايه؟ امهم، الشركة الكوربريت بتاعتهم، الكمباني بتاعتهم، دي كلاينت بتاعهم، كمباني او كلاينت. واضحة؟ ايه بقى 3 ديجيت و 4 ديجيت؟ الكمباني كودز اما بنعرفها ليها رمز، الرمز بتاعه ده 4 كاركتر الفا نيوميرك، تمام؟ 4 يونيك 4 كاركتر الفا نيوميرك، ان انت تخلط ما بين ارقام او حروف عادي، تمام؟ اربع حروف، ماشي. ده كده الكمباني كود. كلاينت، فاكر زمان لما قلنا كلاينت عندنا كذا حاجه؟ فاكر كلاينت عادي، ده كلاينت بتاعي، ده الكاستمر بتاعي، ده العميل بتاعي اللي انا ببيع له. يعني مثلا بالنسبه لاجايل وتشيبا او اجايل وعامر مثلا، عامر ده بالنسبه لاجايل ايه؟ العميل بتاعه، بنطبق لهم ساب مثلا، تمام؟ يبقى كده العميل بتاعي. دي ده بشكل عام. طيب حاجة، كلمة كلاينت بتيجي مرتين تاني بس جوه السيستم، سيستماتيك. لما بنيجي نختار احنا بنلوجن على مين؟ عندنا رقم الكلاينت اللي هو 3 ديجيت نمبر، صح كده؟ اللي هو 800 400 500 كل ده. طب الكلاينت ده مين؟ الكلاينت ده انيو فيرجن انت شغال عليه؟ هل انت شغال على الديفلوبمنت ولا شغال على الكوز ولا شغال على البرودكشن؟ فاكر ان احنا عندنا ثلاث سيرفرات او ثلاثه ايمجز، نسخه خاصه بالكستمايزيشن، نسخه ثانيه خاصه بالتستنج والتريننج، نسخه ثالثه اللي هي الفعليه البرودكشن اللي الاند يوزرز بيكون نت عليها داير، اللي بيعملوا الشغل الفعلي عليه، صح كده؟ عندنا خلاف في دي؟ يبقى كده كلاينت اللي هو 3 ديجيت نمبر هم دول، اللي هو انت داخل على انيو سيستم، داخل على انيو ايمج، داخل على الايمج السيستم بتاع الكونفيجريشن، ولا داخل على التستنج والتريننج، ولا داخل على البرودكشن، تمام؟ طيب الحاجه الثالثه اللي هي الثانيه بالنسبه للسيستم، ان احنا عندنا الهولدنج كومباني بتاعت شركات، دي اسمها كلاينت، تمام كده؟ فهو عشان ما يلخبطكش ما بين على السيستم ان في كلمتين اسمهم كلاينت، فقال لك دي هنسميها كومباني. الكلاينت الكبير اسمه كومباني. هل الكلاينت عامر جروب هو ال 3 ديجيت نمبر؟ لا، ده السيستم او الايمج اللي احنا هنكونكت على انيو سيستم، صح كده؟ فقال هنخليها بكمباني، بس ما زال ان في الشرح بتاع الاوفيشال ماتيريال او في بعض التعريفات، ان هو يعني مثلا ما نيجي نعرف جي ال، يقول لك انت هتعرفها على كلاينت ليفل ولا على كمباني كود ليفل. فمعنى كلاينت ايه؟ كمباني اللي هي الشركه الكوربريت، اللي هي الشركه الكوربريت. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الشركه الكوربريت بتاعتنا اسمها كمباني، اما كل شركه لها كيان اقتصادي وقانوني منفصل هي كمباني، هي الكمباني كود. واضحه؟ تمام. لا واضح. احنا عارفين مين الهوم ايه هي الصفحه الرئيسيه اللي الساب بيفتح عليها؟ دي الهوم بيج بتاعي، تمام؟ طيب الصفحه بتاعت الكونفدريشن اللي هي الاي ام جي، اللي هي اي ام جي اسمها بالفعل اي ام جي مش اس برو. اس برو دي التي كود بتاعها، تمام كده؟ طيب نوصل لها ازاي؟ عندنا طريقتين. الاول هقفل دي خلاص. نوصل لها ازاي؟ عندنا طريقتين زي اي تي كود عندنا، يا اما من التري، يا اما ان انا اكتبه في الكوماند فيلد. لو انا كتبته في الكوماند فيلد اسمه اس برو. اس برو اختصار لكلمه ستارت بروجكت، ابدا مشروع.
فدستور اوكي، طلع لي الصفحه ديت كاستمايزنج اكسكيوت بروجكت، نفذ المشروع. تقول له يا اما تدوس على سب ريفرنس اي ام جي، يا اما تدوس له اف 5. هي هي اهي، حتى لو انت وقفت على ديسبلاي سب اف 5 تمام، يبقى الاثنين عادي. طيب قلت له سب ريفرنس اي ام جي، هنا فتح لك الامبلمنتيشن جايد الاي ام جي، الشاشه بتاعت الكونفجريشن. ها عندنا كلام فيها تاني؟ لا. طيب ده لو انا دخلتها على التي كود. طيب لو انا مش حافظ التي كود، اخش تولز كاستمايزنج اي ام جي اكسكيوت بروجكت، بس هي هي. عرفنا كده الطريقتين ان انا اخش ازاي على صفحه الكونفجريشن. تعالى بقى ان ديبس على الكونفجريشن. احنا زي ما قلنا في الاف اي في الاساس في الاند يوزر، عندنا حاجه اسمها الاورجنايزيشن ستراكشر، هيكل الشركه. وزي ما قلنا دلوقتي اهو، كلاينت اسمه عامر كرو، تحتيه في تو كومباني كودز، عندنا كذا شارت اوف اكاونتس. طالما عندنا كذا شارت اوف اكاونتس يبقى عندنا جروب شارت اوف اكاونتس اللي هي بتاعت عامر، شجره الحسابات المجمعه اللي فيها كل الحسابات اللي اقدر اطلع منها الفاينانشال ستيتمنتس. الفاينانشال ستيتمنتس اللي هي الكونسوليديشن، صح كده؟ ايه واضحه؟ طيب ايه تاني مثلا في الاورجنايزيشن ستراكشر؟ تعالى لغايه هنا نشوف نكمل. ده كده الاورجنايزيشن ستراكشر، الهيكل التنظيمي بتاع الشركه على الصفر. طيب بعد كده في حاجات خاصه بالجي ال، بالجنرال ليدجر، ان انا الشارت اوف اكاونتس دي اعرف تحتيها الحسابات بتاعتها. تمام. طيب عندنا حاجه برضو اعرف ان انا لما اجي كاريت جي ال هو نوعه ايه. جوه الشارت اوف اكاونتس بحدد الاكاونت جروبس، العلاج اكاونتس جروب اللي هو العلاج بتاعت الحسابات. عندنا عيله مثلا اسمها بنك، عيله تانية اسمها اي ار، عيله ثالثه اسمها اي بي، عيله رابعه اسمها كاش، عيله خمسه اسمها اسيتس، عيله سته اسمها اكسبنسز، عيله سبعه اسمها ريفينيو. كل الكاتيجوريز بتاعت الجي ال. تمام كده. طيب بعد الجي ال نخش على السب ليدجر بتاع الاي بي مثلا، هنعرف الاكونت جروبس بتاع الاي بي ازاي هنكريته، ونحدد بقى المحددات بتاع الترانزاكشن هتظهر ازاي والكلام ده. برضو بالنسبه للاي ار، الاي ار الاكونت ريسيفر. طيب اتكلمنا برضو على الكاش جورنال، ازاي هنعمل الخزن، الخزن اللي هيبقى فيها هو التعامل الرئيسي للكاشات النقدية، مفيش تعامل كاش الا لازم كاش جورنال. تمام. طيب ده كاش جورنال. طب غير كاش جورنال، البانكس، معاملات البنك، الكاشلوت، الهاوس بانك بتاعي اللي هو البنك الخاص بيا، ماي بانك، مش اي بنك، في بنوك كتير، لكن في ماي بانك، ماي بانك ده الهاوس بانك. تمام. عندنا الاسيتس، كل ده درسناه صح كده، هنشوف هيشتغل ازاي على السيستم، ازاي هنكستمايز السيستم عشان يظهر لي زي ما انا عايز، عايز اطلعه زي ما انا عايز. واضحه؟ تمام. تعالى كده على المانيوال اهو، في البدايه بيقول لك ان احنا اول جزئيه هنكريت الاورجنايزيشن ستراكشر بتاعك، الهيكل التنظيمي بتاع الشركه.
اول حاجه الكومباني الشركه اللي هي كلاينت، بعد كده هنكري الكومباني كودز اللي هي الشركات الاقتصاديه القانونيه المنفصله. يبقى احنا هنكري الاول عامر، وبعد كده هنكري بورتو، وهنكري مثلا تشيلز، تمام؟ تحت الاثنين دول بعد كده اساين كومباني كود تو كومباني، يعني توصل ان دول بيعملوا تحت دي. مش معنى ان انت الديفاين تعرف او تنشئ الحاجه دي على السيستم معناه ان هي توصلت دايركت، لا، انت كل الحاجات اللي انت بتكريتها دي في الهواء، كل حاجه كده في مكان، بعد كده تروح توصلهم ببعض. ان انت تقول اه دي الكم الكوربريت اللي اسمها عامر تحتها شركتين، شركه بورتو وشركه تشيلز مثلا، تمام؟ فانت اللي بتحدد الكلام ده. طيب بعد كده كريت شارت اوف اكونتس، ان انت بتكريت شجره الحسابات، ورقه فاضيه ما فيهاش اي حاجه، تمام؟ طيب بعد كده بتقول له ان ان الشركه كذا هتشتغل بشجره الحسابات دي. بعد كده نخش بقى على سب مديول بتاع الجي ال، ان احنا نعرف الاكونت جروبس بتاع الجي ال، العلاج بتاعت الجي ال. بعد كده عشان نقدر نعرف الحساب، فاكر الحساب اللي هو اي حساب اكسبنس او اي حساب ريفينيو، كان اما بنيجي نعرفهم في الاف اس 00، لو انا قلت له انت هترمي على البالانس شيت، مش كان بيطلب مني اكس ولا واي؟ فاكر كده؟ فاكر ايه هو الاكس وهو ايه هو الواي؟ او إيه لو هو واحد بس اكس ده ايه؟ ليه حساب ليدجر ولا حساب ليدجر ولا سب ليدجر؟ اه قصدك اللي هو ريكون اكونت؟ اه لا، في اول صفحه في الاف اس 00 كنت بقول له انا هكاري جي ال تبع عيله مثلا الاكسبنسز، فليها سيريال وليها القصه بتاعتها وليها الفلوس كل الكلام ده، ماشي. تاني حاجه هو بي اند ال ولا بالانس شيت؟ الاكسبنسز دي هترمي فين؟ في البي اند ال. في البي اند ال، تمام؟ البي اند ال في، لو الشركه معرفه كذا حساب حاجه اسمها حساب الارباح المحتجزه، يبقى عندنا اكس وواي، حساب مجمع ارباح وحساب تاني مجمع خسائر، تمام؟ لكن لو الشركه شغاله بواحد بس هتجمع عليه الارباح والخسائر كلها. فهنا بعرف ديفايند ريتيند ايرننجز اكاونت، بعرف ان هو ده الحساب الارباح المحتجزه اللي هيترمي عليه كل المعاملات. طيب ديفاين فيسكال يير فاريانت، بعرف التمبلتس النماذج اللي الشركات ممكن تشتغل بيها، يعني ايه تشتغل بيها في ايه؟ تشتغل بيها في السنه الماليه. عندنا تمبلتس كتير، عندنا نماذج كتير بعرفها على السيستم. الفاريانس، كلمه فاريانت بشكل عام دي معناها تمبلتس نماذج بطبقها بحطها على السيستم عامة لكل الشركات، مش لازم لشركتي انا بس، تمام؟ يعني بعرف كل الرولز مثلا لو احنا اتكلمنا عن فيسكال يير فاريانت، بعرف كل الرولز بتاعت السنة المالية، السنة المالية هتبدأ امتى وتنتهي امتى، كم بوستنج بيريود، كم فترة تسجيل، فترة ادخال، وكم فترة كلوزنج اللي هي سبيشال بيريود. ده مين اللي بيحدد دي؟ في كذا تمبلت ليها، كذا رول، كذا قاعدة. هل معنى ان الشركة، هل انا كريتهم يبقى الشركة تشتغل بكلهم؟ هل ينفع شركة تشتغل مثلا فيسكال يير بتبتدي من يناير لديسمبر، وفي نفس الوقت بتشتغل من جون لجولاي، من جولاي لجون؟ هل ينفع؟ ما ينفع. فبحدد له فاريانت واحد، لكن اما بنعرفها على السيستم بتتعرف كتير كذا فاريانت، تمام؟ طيب مثال تاني لكلمه فاريانت، شارت اوف اكاونتس. هل معنى ان انا كريت شجره حسابات اسمها الف ولا اي ان تي؟ اي ان تي، اي ان تي دي، هل معنى ان انا كريتها ان الشركه بتاعت اللي هي
بورتو سخنة هتشتغل بيها؟ لا لازم اربطهم ببعض يعني. لازم اربطهم ببعض. فانا بعرف الاساس، في الاساس جميع شجره شجر الحسابات اللي ممكن الشركات تشتغل بيه. هعرف له مثلا اربع شجر حسابات. شجره حسابات اللي هي اللي بورتو سخنه هتشتغل بيها، شجره حسابات اللي تشيلز هتشتغل بيه، شجره حسابات الكونسوليديشن، شجره حسابات مثلا لشركه رابعه، لحلقه سمك. فكل شجره بعرفهم على السيستم. هل معنى ان انا عرفتهم كده ان انا اشتغلت بيهم؟ لا لسه. انا بعرف تمبلتس، نماذج يمكن استخدامها. تمام؟ وبعد كده بضيف في النماذج ديت الفاليوز بتاعتها، القيم بتاعتها، املى البيانات بتاعتها. لما مثلا شجره الحسابات بقول له شجره الحسابات دي البيانات اللي جواها اللي هي الاكونت جروبس بتاعتها، العلاقات اللي جواها. ممكن شركه تانية لا بتشتغل باكونت جروبس غير دي، فعشان كده هتشتغل بشجره حسابات غير دي. هنشوفها بالتفصيل بعد كده. اصلا فيسكال يير ديفاين فاريانس فور اوبن بوستنج بيريودز، بعرف له التلاتة دول تبع نفس الجزء الـ variant open والـ open posting periods والـ assign و open and close posting periods. ان انا بعرف له في البداية ان الفترات هتبقى مفتوحة من امتى لامتى، وبأسين الشركة ان هي هتشتغل بده وده. لا برضو في templates كتير بحدد، بتبقى templates للشركات كلها، وانا بحدد الشركة بتاعتي تشتغل بأنيو template فيه، بأنيو variant فيه. واضحة؟ تمام. نمبر رينجز. نمبر رينجز اللي هي النمبر رينجز بتاعت، لا نمبر رينجز دي بتاعت الفواتير. فاكر الدفاتر بتاعتنا؟ مش احنا عندنا مثلا دوكيمنت تايب او دفتر اسمه دي ار اللي هو ايه؟ ده البيانر. ده لا الكلاينت، كلاينت ديبت، ديبت الكلاينت ديبتورز؟ يبقى الكاستمر؟ كاستمر. حاول تقولها كاستمر ما تقولهاش كلاينت عشان ما تلخبطش نفسك، عشان ما تلخبطش من فوق. ماشي كاستمر. طيب كاستمر ايه؟ دي ار، دي انفويس ولا كريدت ميمو ولا بايمنت؟ انفويس. انفويس. طيب كي جي ده كي فيندور، جي اللي هي انفويس برضه. انفويس برضه؟ بس انفويس من ناحيه ما هي الار والجي. ماشي. الار اللي هي ايه؟ اللي هي الار، الار اللي هي الانفويس. الانفويس اللي هي تعتبر كريدت، ديبت العميل، اللي هي ديبت عميل او كريدت فيندر. فيندر. تمام. ده الانفويس. اما الحاله اللي هي الجي، الجي ده اللي هي تبقى كريدت ميمو بالنسبه لل، صح. حسب بقى ما لو هي كي جي يبقى دي كريدت ميمو بالنسبة للفندور، لو هي دي جي يبقى دي كريدت ميمو بالنسبة للكاستمر. تمام. بس فانا بعرف له ان كل رمز من دول دي ار، دي جي، دي 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 زد، كي ار، كي جي، كي زد، اس اي، اي بي، كل دي دفاتر عندي. كل دفتر ليه اسمه وليه رمزه. تمام. فكل دفتر من دول ليه السيريال بتاعه. تمام. فبعرف النمبر رينجز بتاعته. طب ودي برضو بعمل منها ال 40 وال 50 ولا ال 40؟ البوستنج كيز. البوستنج كيز باي ديفولت هي متعرفه. هي باي ديفولت على السيستم ستاندرد نازله. عايز تغيرها اوكي، لكن الافضل ان انت ما بتلعبش فيها، حسابها زي ما هي. تمام. 40 و50 بالنسبه للجي ال. ايوه. الاسيتس
مش فاكر حرام عليك. لا ما البوستي بتاع الاسد. اما الديبت بيبقى كام؟ هو لما بيبقى كريدت بيبقى كام؟ ال 20 ولا لا مش 20 ال 80 و90 او 95 انا مش 95 100. لا لا مش طيب لا هو الرقم غلط. 70 و75 بالنسبه للاسد. تسعة وثمانين وتسعة وتسعين أو الناس اللي هي بتاعت الماتيريال. الماتيريال دي بقى اللي برانا عشان أنا ما بنشتغلش بيها كتير، مش هخصها أساسا بالإم إم فمش شغلي عليها عشان دي بقى اللي مش حافظها. طب بالنسبة للإي آر لا أنا مش حافظها. ماشي بعرف الدوكيمنت تايبس فور انترفيو، بعرف الفواتير دفاتر فواتير لو انا عاوز اشتغل على الدفاتر الطبيعيه اللي هي دي ار دي زد دي كي سوري دي ار دي زد دي زد جي جي الحاجات دي عايز اشتغل عليها، ولا عايز انا اعمل اكواد فواتير اكواد للدفاتر انا اللي عايز اعرفها من عندي. فبعرف define field status variant ان انا بعرف في الشاشات، الشاشات بتاعت مين؟ بتاعت الترانزاكشنز، بتاعت الترانزاكشنز المعاملات القيود. بعرف ايه مانداتوري ايه اوبشنال ايه كده ايه ديسبلاي ايه هيدل سبريست. طيب بعد كده assign user tolerance group define tolerance group. tolerance group ده اللي هو الخصم المسموح به، شرحته قبل كده فاكره؟ اه ماشي كده. لما نيجي عندها هبقى عايز فيها define tolerance group for GL. okay define accounts for clearing difference. مثلا عرف الحسابات اللي هي زي فروق العملة احطها فين، وبعرف الحسابات اللي هي لو انا عملت تولرنس، لو انا عملت تولرنس ديسكاونت اللي هو خصم مسموح به، الخصم ده هيترمي فين على انهي حساب. فبعمل كليرنج اللي هو حساب اسمه خصم مسموح به ده كليرنج جي ال. كرييت فاينانشال ستيتمنت فيرجن. فاكر الفاينانشال ستيتمنت فيرجنز اللي هي ده زي ريبورت كده شفناه. هو الريبورت نفسه ولا هو عباره عن ايه؟ ده من الشيء اللي هو زي فاينانشال ستيتمنت اللي هي والترايل بالانس. هو نفسه الترايل بالانس او الفاينانشال ستيتمنت، ولا ده الاستراكشر او الفورم الشكل اللي انا عايز اطلع عليه الفاينانشال ستيتمنتس؟ لا ده الشكل أنا. ده الفورم او اللي اوت بتاعنا اللي عايز اطلع عليه التقارير بتاعتي. ايوه تمام. نخش على الاي ار والاي بي. بنعرف الاكونت جروبس بتاعتهم اللي هو العلاب بتاعه الاي ار والعلاب بتاعه الاي بي. كل عيله ليها النمبر رينج بتاعها، كل عيله ليها الفيلد ستيتس بتاعها. تمام. كل عيلة ليها الريكون اكاونت بتاعها. طيب بعد كده الاسيتس. بنعرف حاجة اسمها شارت اوف ديبريشيشن اللي هي شجرة الاهلاك، زي كده شجرة الحسابات بس دي خاصة بالاهلاك. شجرة هنتكلم برضو فيها بالتفصيل. بس دي الحاجات بقى اللي جوه الاسيتس. بعد الاسيتس انتجريشن والجي ال اساين. لا ما دي اسيتس ديبريشيشن ترانزاكشن. كاش جورنال الخزنه عندي، الشغل بتاع الخزنه. بعرف هو انا الجي الات اللي هشتغل عليه، الجي الات اللي هي مين؟ جي ال بتاع النقديه. هل انا عندي حساب كذا حساب نقديه ولا حساب واحد ولا ايه؟
فبعرف مثلا عندي حساب نقديه بالجنيه، حساب نقديه باليورو، حساب نقديه بالين مثلا. ادي حسابات دي جي ال ات هتظهر فين؟ في البالانس شيت، هتظهر بالجروس. اما المعاملات بتتم على ايه؟ على الكاش جورنال، على الخزنه. بعرف الفواتير اللي هشتغل عليها في الكاش جورنال، بعرف النمبر رينج بتاع الفواتير دي، بقول بصدق فعلا. بعمل بقى حاجه اسمها خزنه، الخزنه دي بربطها بالجي ال، بربطها بالدوكيومنتس اللي كريت ده. بس طبعا في الكاش جورنال فاكر الترانزاكشنز، البيزنس ترانزاكشن، ان احنا المعاملات اللي بنعملها على الخزنه لازم تكون متعرفه في الكونفجريشن، تمام؟ فمثلا لو ترانسفير فروم ترانسفير فروم بنك، او ترانسفير تو بنك، او فيندر ميسلينيس اكسبنسز، بعرف المعاملات دي في الكونفجريشن. تعالى بقى نبدا فعليا كل اللي احنا قلناه. بدايه configuration navigation، ازاي اخش على configuration؟ زي ما احنا قلنا عندنا طريقتين، يا اما من الباث، من المنيو، من التري، او تي كود. شاشة customization، شاشة الاي ام جي، ما ينفعش مثلا فيها كده لو انا قلت له دخلني على اف بي 50، هل هيدخلني؟ لا، لازم اكتب له الاول سلاش ان. ليه؟ لان دي ترانزاكشن برضو زي اف بي 50، فبحول من ترانزاكشن لترانزاكشن. مش الايزي. ايوه بالظبط، صح كده. انا قصدي هنا ان دي مش زي الايزي اكسس. الايزي اكسس دي الصفحه الرئيسيه، اقدر اكتب فيها التي كود من غير سلاش ان، تمام؟ أم سلاش ان دي معناها لا بقى سلاش ان، بقفل اللي موجوده وبفتح النيو الترانزاكشن الثانيه في صفحه، في سيشن جديد. فهو قفل الاي ام جي وراح فتح لي اف بي 50. هو لسه سلاش ان بس، بقفل برضه بس، بقفل دي بس. أيوه. ورجعني على الايزي اكسس. طيب تعالى نمسك واحده واحده. احنا شغلنا هيبقى على جزئيتين، فاينانشال اكاونتنج نيو ده جزء الاف اي، وجزء فيه جزء فوق الاول اللي هو انتربرايز ستراكشر، ده الهيكل بتاع الشركه. قبلها بيبقى فيه مثلا سابنت ويفر، دي حاجه خاصه بالبيزنس، وهو بيخش يعرف فيها الكانتريز، السيت اوف كانتريز، الدول اللي على السيستم متعرفها على السيستم. لو في دول مش متعرفه بيعرفها، ودي وظيفة البيزنس. أول ما بيقوم السيستم دوت على السيرفر بيخش يعرف الدول، الأكواد بتاعتها، يعرف الكرنسيز، العملات. لو في اي جي بي مثلا مش موجودة بيخش يعرفها. لكن احنا بقى من ناحية الاف اي بنخش نقول له جوه الكرنسيز ان احنا نعمل مثلا الاكستشينج ريت، اللي هو المعدل، معدل التبادل مع العملات الأخرى. واضحه؟ تمام. هو بيخش يكاري كرنسي عمله، لكن هو ملوش دعوه العمله دي بتيكوال كام دولار ولا كام يورو ولا كام ين ولا كام كذا، فبعرف له الكلام ده. تمام. ده في الاف اي، يبقى دي وظيفه تبع الاف اي كونسلتنت. تمام. هي باي ديفولت ماشي متعرفه هنا، وهنشوفها قدام في الكونفجريشن. طيب نرجع تاني، نطلع من السبنت ويف، خش على الانتربرايز ستراكشر، الهيكل بتاع الشركه. لو انت لاحظت ايه الورقه وعليها النضاره دي؟ خلف عن اللي انا واقف على الايتم اللي انا واقف عليه. يعني مثلا انتربرايز ستراكشر بيقول لك في الجزء ده، in this section you will learn how to portray the specific organizational structure of your business of R3، ان انت ازاي تكريت الاستراكشر بتاع السيستم بتاعك على الاي ار بي. To help you portray your company structure, different accounting, logistics, human resource, organization unit are provided. Okay, you definition, the definition of organization units is fundamental steps
in your project. دي حاجات أساسية في المشروع. It's critical factor in how the project will be structured. You shouldn't use more organization unit than necessary. ما تستخدمش حاجة أكتر من المطلوب. Only use new organization units if this is required by existing data structures. Once you have decided on an organizational structure, it's not easy to change it. لو انت كريت client او company code, ده من الصعب ان انت تغير في حاجة زي كده. فانت تكون محدد من بداية انت هتمشي ازاي. طيب لو احنا دخلنا مثلا جوه انتربرايز ستراكشر زيها زي الايزي اكسس, بس الايزي اكسس لو انا وقفت على مثلا على الترانزاكشن نفسها ودوست انتر هيدخلني جوه. هنا لا, هنا لازم تدوس دبل كليك على علامه الساعه. تمام. طب احنا عايزين نعمل ايه جوه الانتربرايز ستراكشر؟ ديفينيشن. نخش نعرف حاجات. يبقى اخش على الجزء بتاع الديفينيشن, التعريف اللي انا عاوز اعرفه. اعرف تبع ايه؟ فاينانشال اكاونتنج ولا كنترولنج ولا لوجيستكس ولا اس دي ولا ام ام ولا ايه بالظبط؟ انا عايز اخش جوه اف اي, عايز اعمل الهيكل بتاع الشركه من ناحيه الاف اي مديول. طيب تعالى كده, اول حاجه بيقول لي انت عايز تعمل حاجات دي. اولهم ديفاين كومباني, تعرف الشركه. الكومباني اللي هي مين؟ الكوربريت. صح كده. طيب معلش هقول لك هنا, شايف الورقه اللي جنبها دي هيلب بالنسبه لها. فاكر اف 1 هي زيها بالظبط. يقول لك ديفاين كومباني از ان ذا سيستم يو كان كرييت كومبانيز. ا كومباني از ان اورجانيزيشنال يونت ان اكاونتنج ويتش ريبريزنت بزنس اورجانيزيشنز اكوردنج تو ريكوايرد اوف كوميرشال لو ان بارتيكولار كومباني كانتري. يعني هي شركه بتحتوي على business organizations, وحدات اعمال. وحدات اعمال يعني شركات, company codes. كل شركة حسب ال requirements بتاعة القوانين الخاصة بالدولة دي. صح كده؟ بس فده شرح للجزء ده هنعمل فيه ايه. مثلا بيقول لك all company codes for a company must work with the same operating chart of accounts and fiscal year. لو ما the currencies used can be different. بيقول لك كل الشركات اللي بتشتغل, كل company codes اللي بتشتغل على company, بيقول لك بيقول must work with the same operating chart of accounts. لا مش لازم. بيقول لك هنا ان هو انت لازم يشتغلوا كلهم على شجرة حسابات واحدة. اه ممكن يكون قصده هنا اللي هي consolidation chart of accounts. يبقى كلهم لازم يشتغلوا بشجرة حسابات واحدة اللي هي consolidation, وفيسكال يير واحد. عشان اقدر اعمل ما بينهم consolidation لازم يبقوا كلهم شغالين بالسنة المالية مثلا من يناير لديسمبر. ما ينفعش ان انا اطلع financial statements لشركات كل شركة شغالة بفيسكال يير مختلف. واحدة شغالة من يناير لديسمبر, التانية شغالة من مارس لفبراير, التالتة شغالة من يوليو لستة ليونيو. تمام. ندفاين الكمبني اللي هو الكوربريت. دول موجودين بالفعل على السيستم. احنا طبعا على المفروض بعد كده اللي هو البرودكشن, او لما نيجي نبني مشروع لشركة, ده كله فوق بيبقى فيها واحد بس اللي هو التمبلت, اللي هو ده اللي هو الابيض اللي انت شايفه بيه. ده جواه كمباني بالفعل. لو انا دوست دبل كليك, لا في حاجة دي فاضية. لو هي مليانه, لو هي لسه هتدخل فيها داتا, المفروض دي كومباني دي عشان تكتب الكود بتاعها. يبقى متكتب. لكن هي في هنا بغض النظر بيبقى دوت و1000 دول تمبلت بيبقوا موجودين.
تقدر تكبير منهم لو انت عايز، لو تمام. انت عايز تبني الشغل بتاعك على كوبي فروم كمباني انذر كمباني. طيب لا انا عايز اكاري فروم سكراتش. طب الاول اشوف اكبير ازاي. لو انا عايز اكبير بسلكت كده واقول له كوبي از، كوبي از اللي هي ورقتين ورا بعض كوبي، يبقى انت بتكبير من اللي موجوده للجديده. فبيقول لك الجديده عايز يبقى الرمز بتاعها ايه؟ لا مش الكمباني كود، هو احنا بنكريت ايه دلوقتي؟ ايوه اللي هي الكمباني. الكمباني ماشي تمام. يبقى ممكن تغير الرقم اللي فوق ده، رقم الكمباني ال1000 ده هتخليه اي رقم تاني، انت تاخد منه كوبي صح؟ بالظبط. ده لو انا باخد كوبي، لا انا مش عايز كوبي، انا هكريت فروم سكراتش. فروم سكراتش اللي هي نيو انتري. طيب تعالى نيو انتري، اقول له احنا عايزين دلوقتي نعمل جروب اسمه مثلا عامر، عامر جروب، عامر جي، يبقى ده عامر جروب. طيب او دي سميها ايه جروب، الاسم بتاعها عامر جروب تمام. هل ليها اسم تاني قانوني؟ يعني مثلا في بعض الشركات اسمها شركة فرجل مثلا، والاسم القانوني بتاع الشركة مش فرجل، اسمها شركة مثلا مصر للصناعات الغذائية وشركاء، فرجل وشركاء. فده لو فيها اسم تاني بديها اسم تاني تمام. ماشي دي عامر جروب، بس عنوانها ستريت بتاعها اي حاجة كايرو، ماشي السيتي بتاعتها كايرو، الكونتري بتاعتها اي جي، اللانجوج بتاعتها على السيستم اي ان انجلش. طيب الكرنسي بتاعتها ايه، عملتها اي جي بي مفترض. ماشي عامر جروب دي جروب كبير، فنقول ان هي عملتها باليو اس دي بالدولار، لكن مش الشركة بتاعت بورتو او الشركة بتاعت تشيلز تمام. ده كده الكوربريت بتاعنا. هل في اي حاجة هنا تاني؟ لا ماشي اوكي سيف. فاكر الريكوست؟ ما ظهرش معانا. ما ظهرش معانا على الويب سايت صح؟ لان انا قلت لك ان في على الويب سايت ما بيعملش ترانسفير من كلاينت لكلاينت، من سيرفر لسيرفر صح؟ أيوة. من الديف للكوز او من الكوز للبرودكشن، اما هنا على ده هيظهر تمام. فطلعني هنا قال لي انت كاستمايزنج ريكوست، رقم الريكوست اللي هتسيب فيه الشغل بتاع الكونفجريشن بتاعك ده. انت كل شغل الكونفجريشن، انت يعني مثلا عندك 10 كونسلتنتس شغالين على نفس السيستم بيعملوا شغل الكونفجريشن تمام؟ كل واحد هيسيف شغله فين؟ بيسيفه على رقم ريكويست كده، الرقم دوت هيتسيف عليه الشغل بتاعك كله، عشان بعد كده لما تخلص الكونفيجريشن البيزس بياخد الرقم دوت يروح نقله على مين؟ انت كده شغال على الديف، يروح ينقله على مين؟ عكاظ، عشان يعمل له تيستنج وبعد كده يدي تريننج عليه وتمام وكل حاجه. بعد كده الدنيا بيس، يعمل ابلود للداتا ويروح محوله على البرودكشن. ها في اي لا نقطة تاني؟ لا. اوكي طيب هنا ده اخر واحد، اخر ريكوست انا اشتغلت عليه. الرقم ده مش انا اللي بختاره، الرقم السيستم هو اللي بيديهولي. طب انا عايز اكريت ده بتاع اف ار، ده الكورس بتاع الشركة. الريكوست ده هسيف عليه شغل الريكوست، شغل الكونفجريشن بتاع الكورس بتاع الشركه. طب انا عايز واحد تاني اقول له كرييت ريكوست، هسميه اف اي سي او او هسميه اف اي سي او. طيب في الواقع ايه اللي بيتم؟ في الواقع ان احنا مش بنسيب، خدت بالك الرقم اتغير ولا لا؟ اه
الأول كان 372، بقى 376. ستة وسبعين. تمام كده؟ طيب. في الواقع اثناء الكونفجريشن بتاع اي مشروع ممكن عندنا اوبشن من اثنين، ان احنا يا اما نكري كل الشغل بتاعنا على ريكويست واحد، او ثلاثة. انت معاك ثلاثة اوبشن، ثري اوبشنز. اول اوبشن ان انت تكري كل الكونسلتنت، مثلا انا اف اي، انا المسؤول عن مديول الاف اي، فبكري كل شغل الاف اي على ريكويست واحد، او ان انا بكري كل اريا. يعني احنا عندنا الاورجنايزيشن ستراكشر، بعد كده جي ال، بعد كده اي ار، بعد كده الاي بي، بعد كده كاجورنال، بعد كده الاسيتس، كل حاجه في ريكويست، كل واحده في ريكويست. تمام. عندنا احتمال ثاني، لا ده كل تاسكايه بعملها مره في ريكويستات. بس خلي بالك لما بنيجي نعمل الكلام دوت، سواء ان انا عملته على كذا، عملته على كل اريا او كل استبايه او كل تاسكايه على ريكويست، لما باجي انقلهم على السيرفر التاني، الكلاينت التاني، لازم انقلهم بالترتيب. ما ينفعش اروح اقول له ان انا الريكويست نقلت له اللي هو بعرف فيه الهاوس بانك، الهاوس بانك اللي هو البنك بتاع الشركه، وما كنش اساسا بعت له الريكويست، الريكويست اللي هو كرييت الكمباني كود الاول. تمام. يعني ازاي هديفاين هاوس بانك قبل ما يكون في كمباني كود؟ تمام. ها واضحه؟ فلازم ترتيب التاسكات اللي انت عملتها بترتيب الارياز بتاعتها، حتى هو مرتب لك النظام السيستم. هو انت اساسا عشان تقدر تشتغل امسكها من فوق لتحت. اول حاجه ديفينيشن، بالديفاين واحده واحده، بالديفاين الكلاينت، بعد كده الديفاين كمباني كود، نطلع منهم نخش جي ال الاول، بعد كده اي ار، بعد كده اي بي، بعد كده اسيتس، بعد كده او مش مشكله بقى كاش جورنال، بعد كده اسيتس، مش مشكله. دي اريا كله مبني على الجي ال. ما ينفعش اروح اكاري كاش جورنال ولا اسيتس وانا ما عنديش شارت اوف اكاونتس اللي موجوده في الجي ال. تمام. طيب هي افضل ان هي كلها تبقى ريكوست واحد وكل مره في الواقع. لا بنعملها كل اريا. الافضل نعملها كل اريا، بس هنا في الكورس هنعمله كله ريكوست واحد. طيب طب في حاجه، قول دلوقتي انا هنا كريت، انت بتقول ان كل واحد هيبقى ليه ريكوست ليف اي ام ام، كل واحد ليوزر وكل يوزر ليه ريكوست. طيب ريكوستات بس لازم اساسا مش الاثنين اللي هم بيكريتوا كومباني كود، يبقى الاثنين كومباني كود واحده، الاثنين بيكريتوا كومباني كود. يعني ايه الاثنين بيكريتوا كومباني كود؟ يعني الام ام بيكري كومباني كود ولا الاف اي بس؟ لا الاف اي هو اللي بص في اثناء الامبلمنتيشن بتاع اي مشروع، الاف اي هو اللي بيبتدي. تمام. ليه؟ لان هو اللي بيكريت الاستراكشر بتاع الشركه، بيكريت الاول كومباني اللي هو كلاينت، وبعد كده كومباني كودز، بعد كده الام ام عاوز هيبدا دلوقتي يروح يكريت البلانتس اللي هي المصانع او الفروع. تمام. والبلانتس دي يربطها على الكومباني كود. ما ينفعش يروح هو ممكن يبتدي هو شغله اول شغله بلانتس، بس بلانتس متعلقه في الهواء تبع انيو كومباني كود لسه ما ربطهاش، لما الاف اي يعملها يروح يربطها. تمام. تمام. فكلهم ممكن يشتغلوا مع بعض، بس الاساس اللي بيبني الاستراكشر بتاع الشركه هو الاف اي. تمام. طيب كده هدوس له انتر او كونتينيو، يعني هيسيف الريكوست ده باسم اف اي سي او. كل لما اجي اعمل الشغل على الكونفجريشن يطلع لي الريكوست ده، هتسيف الشغل اللي انت عملته فين في الريكوست ده. تمام. اهو داتا سيف بس باك كده. احنا كريتنا عامل جروب صح، اللي هو الشركه، الكومباني،
الكوربريت كومباني اللي تحتيها كذا شركة. دي أول خطوة. طيب باك، تعالى نخش على الخطوة اللي بعدها. هل عندنا حاجة اسمها كريدت كنترول اريا؟ لا. طيب عشان تعرف معلومات أكتر بقى، الهلب اللي جنبها يعني ايه كريدت كنترول، تتعلم أكتر بقى في الاف واي موديول. تمام، احنا هنا عايزين نعمل كومباني وكومباني كود. طيب نخش بقى على edit copy delete check company code transaction. دي جواها بكرية الشركات الكومباني كودز مش الكوربريت. واضحة؟ يبقى احنا كده كريتنا اول حاجة عامل. نخش نكريت بورتو سخنة، نكريت تشيلز، كل ده. طيب لما بنيجي نكريت كومباني كودز عندنا تو اوبشنز، عندنا اختيار من اختيارين، يا كبيروا من شركة موجودة بالفعل، يعني مثلا زي ما اكبير كلاينت من الف، ده برضو ممكن في شركة اسمها الف اسمها اي كود، ممكن اكبير منها الداتا بتاعتها. ممكن لا اكريتها فروم سكراتش، يعني ابتديها من الزيرو، انا اللي اعمل كل حاجة. تعال ناخد واحدة دي وواحدة دي. تعال الاول هنا هدوس له دبل كليك هنا على الاولانيه، فتح لي صفحه بيقول لي ان انت هنا اورجانيزيشن اوبجكت كمباني كود ان انت عايز تكبير فيها. تعال شايف الصفحه الشكل ده هيتكرر معانا كتير، اللي هو الورقتين ورا بعض دي كوبي از، زي في الجي ال كوبي ريفرنس، فاكر اللي هي كرييت ريفرنس او كرييت ويز تمبلت. كوبي اورجانيزيشن ستراكشر، هنا بقى يحمل تيبلز حاجات كتير لان ده هيحمل داتا كتير. احنا لو على الويب سايت دلوقتي ممكن يقول لي الميموري خلاص خلصت. طيب تعالى كده نبص هنا على ما هو يحمل بعد ما احنا دخلنا على الاي ام جي بالشكل دوت. اول حاجه ديفاين كومباني، عندنا طريقتين، يكتب له التي كود بتاعها يا اما اخش من التري. تمام، مش كل التي كود، مش كل المعاملات اللي بنعملها على الكونفيجريشن او كل الستبس او التاسكات اللي بنعملها على الكونفيجريشن ليها تي كود. تمام، في حاجات ليها في حاجات لا. تمام، تعالى ادي مثلا ديفاين كومباني، دخلنا على الصفحه ديت قلت له نيو انتري، ورحت كتبت له كود الشركه مثلا اسمها اي بي سي، اي بي سي هولدنج فور ايرون الويز، وادي الباقي بتاعي. تمام، وسيب ده كده كرييت كومباني. بعد كده نخش نكريت كومباني كود، الكومباني كود جواها برضو عندنا الباث او الكود. لو انا خدتها اللي هي عندنا تو اوبشنز، يا كوبي فروم يا اما كرييت فروم سكراتش. كوبي فروم تعالى هيفتح لي اللي هي هيقول لي ان كوبي اوبشن يو نيد تو كليك اللي هي كوبي to copy company code from an existing company code you can copy from existing company code delivered by SAP من الشركات اللي موجودة على السيستم. اما التانية اللي هي edit company code، عشان يا ام هنا لو انت كبيرت احنا هنخش على الاوبشن التاني عشان نعدل البيانات اللي كبيرناها. هو اما بيجي كبير بياخد نفس الداتا كل حاجة اسمها هي هي، بس الكود هو اللي مختلف. ليه؟ لان ما ينفعش يبقى فيه تو كومباني كودز بنفس الرمز. هو فور كاركتر يونيك، يعني ما فيش منه اتنين على السيستم. اما الاوبشن الاوبشن التاني ان انا اخش على طول على ايديت ان انا كريت فروم سكراتش. طب لو ده سيرفر جديد ومش ما فيش حاجه ما كريت عليه، هلاقي كوبي برضه؟ هتلاقي كوبي، لان بيبقى مديك كمباني كود تمبلت كده اللي هي ستاندرد، يا اما الكود بتاعها 0001 او 1000.
الاثنين دول بيبقوا هما التمبلت بتاعهم. فبيقول لك في حالة الكوبي بتعمل كالتالي، ان انت تدوس له كوبي، تعالى بقى نكوبي ونشوف. اول حاجة قال لي انت عايز تكوبير من مين لمين، قلت له عاوز اكوبير 1000، الشركة اللي كودها 1000 عاوز اكوبيره للشركة الجديدة اسمها مثلا استوديو مصر، استوديو اس تي ام ار. اوكي ده كده الالفا نيوميرك فور كاركتر يونيك، الكمباني كود الجديده اللي هتتكريت. طيب تعالى نكبير كده. بيقول لي هو انت عايز تكبيرها بالشورت اوف اكونتس بتاعتها ولا من غير؟ قلت له لا ما مش عايز، مش عايز الشورت اوف اكونتس بتاعتها. طيب خلي بالك انت عايز الشركه اللي هي القديمه اللي هي 1000 عملتها باليورو، انت عايز الشركه الجديده عملتها بعملتها باليورو ولا عايز تغيره؟ قلت له لا عايز. do you want to allocate a different local currency؟ اه يبقى عايز اغير الكرنسي بتاعتها، واقول له خليها مثلا دي بي اتش بي. في حاجه وقعت؟ لا لغايه دلوقتي تمام؟ لو في حاجه وقعت قول لي على طول في ساعتها. طيب فقال لي في داتا ما اتكبيرتش، قلت له اوكي ما طبيعي ان هو الكرنسي ما اتكبيرش، الشارت اوف اكونتس ما اتكبيرتش. في كذا بقى دايلوج بوكس يقول لك ان في حاجات ما اتكبيرتش، اوكي اوكي هفضل اوكي على طول لغايه هيقعد يحمل في داتا. مثلا العنوان بتاع دي ترانسبورت نمبر رينج اند ادرس، النمبر رينجز السريالات بتاع الفواتير والاكونتس. مين خدها كده جوه؟ هو بالظبط مش هياخدها، هياخد جزء منها ومش هياخد جزء منها. في حاجات هتقع في النص من عشان بنغير في الداتا بتاعتها. لا لسه. فقال لي انت هتسيب الكلام ده فين؟ الريكوست بتاعنا. عايز اكريت نيو ريكوست، هعمل نيو ريكوست. مش عايز كونتينيو. قال لي تحذير في نمبر رينج رقم وكذا اللي هو الرقم ده ما اتنقلش. اوكي مفيش مشكله. قال لي انت بتكبير من 1000 الاس تي ام ار، قلت له كبي اه في نمبر رينج مش ظاهر. اوكي كبي 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 مفيش انتر انترفال ويزاوت اوفرلاب، خلاص كانسل. قال لي في ايرور حصل ان انت اما بتيجي تكريت النمبر رينجز، قلت له كوبي ومشيه. اوكي تاني اوكي تاني اوكي تاني كمان لغايه ما يخلص الايرورز ده. خلاص قال لي كمباني كود 1000 كوبي 2 اس تي ام ار شركه ثانيه وزاوت 64 نمبر رينج، في 64 نمبر رينج ما كبيروش. سيبني من التنبر من. فقال لي انت كنت عامل سيلكت ال 1000، الشركه اسمها 1000 صح؟ كمباني كود اسمها 1000. وهنا بيقول لك الكومبليتد اكتيفيتيز الانشطه اللي تمت ان كمباني كود 1000 كوبيد 2 اس تي ام ار. تمام كده؟ طيب باك كده احنا عملنا ايه؟ كبيرنا كمباني كود كانت موجوده لواحده جديده. نخش عليه نعدل البيانات بتاعتها. دخلت على الاوبشن الثاني قال لي هنا تشينج فيو كمباني كود. اوكي قلت له بوزيشن، بوزيشن ديفاين يعني زي فايند بالظبط. قال لي اه. قلت له عايز انيو كمباني كود، قلت له اس تي ام ار. راح قال لي اهي، قال لي دي اسمها ايه؟ ايدس اي جي. اه هو انا غيرت اساميها؟ مش انا كبيرتها من 1000، خد كل حاجه زي ما هي. اخش اقول له بقى ده لا ده ما كانش اسمها استوديو مصر دي، قصدي ما كانش اسمها ايدس، اسمها استوديو
استوديو صح؟ مصر. اه استوديو صح ماشي. استوديو مصر. سيتي كايو كانتري اي جي كرنسي اي جي بي لانجويج اي جي لانجويج جي اي ان لانجويج تمام كده. دوست له انتر ظهر لي ايقونه جديده في الاخر اسمها ادرس. قال لي عشان لو عايز تضيف معلومات جديده. قال لي الشركه القديمه دي ليها بيانات دي متسجله. طبعا شيل كل الرغي ده. لا ده بالتفصيل. لا ده النيم بالتفصيل. النيم. اما العنوان تحت. فانا ده هقول له النيم بتاعها استوديو مصر ريستورانتس. سيرش لما اجي اعمل سيرش ممكن ادخل له كلمه ايه طلعها لي. اقول له مصر او استوديو. استوديو كلمه استوديو بس ويطلعها لي او كلمه مصر بس. حطيت له كذا اوبشن. طيب الستريب بتاعها لو عندي بكتبه لو مش عندي خلاص مش عارف. المفروض طبعا بنكتب السيتي هنا حتى شايف بوستال كود اند سيتي. بوستال كود ده اللي هو اللي اسمه ايه دي اللي هو الكود البريدي. خمس وحيد ده اللي هو بتاع العتبه اللي هو المركزي بتاع مصر. والسيتي كايو كانتري اي جي الاقليم مفيش اقليم متعرف. تايم زون مش عايز. دوست له انتر. اوه سوري اخش تاني عايز اغير باقي بيانات. قال لي في البوكس بتاع البوست اوفيس متعرف. شيل كل الكلام ده. اللانجويج انجلش. ادي ايميل لو ليهم ايميل. كل الكلام ده لو الشركة مثلا اسمها استوديو مصر استوديو مصر @gmail.com مثلا. اوكي بس كده الداتا بتاعتها اتغيرت. دي مجرد الداتا الرئيسية بتاعت استوديو مصر. اخش اقول له سيف. سيبني بقى الشغل اللي انا عملته ده. نفس الرقم ريكويست. طيب لو انا كونسلتنت ومعايا شغال على كذا مشروع بس شغال على ايدس واحد فانا مش عايز الخبط ما بين الريكوستات ومش عايز الخبط مثلا ما بين الشغل اللي انا بعمله لعامر على الشغل اللي بعمله لوتشيبا فبفتح له اف 4 هنا بتظهر لي كل الريكوستات اللي انا فتحها اللي انا اشتغلت عليه. قال لي اول ريكوست بتاعك اللي هو اف اي سي او ده اف اي كورس او اس ده اللي في الشركه ده برضو اللي في الشركه الاثنين دول. بس قلت له لا انا عايز اسيف على ده. بس رحت دايس دبل كليك عليه ودوست له سيف. يبقى كده هيسيب الشغل على شغلي على الريكوست اللي انا محدده تمام. طيب احنا كده كريتنا اول مثال كمباني كود باي كابي ان احنا كريت كبيرناها. تعالى نقول له لا انا عايز اخش هقفل دي كده واقول له edit company code ومن اول ما اخش لها انا عايز اكريتها from scratch ابنيها من البدايه. فاقول له edit company code هيظهر لي نفس الليسته صح كده. بس بدل ما اقول له position واختار له company code اقول له new entry دخل لي شركه جديده اسمها تعالى بقى تشيلز مثلا اسميها شيلز سي اتش اي ال اس مثلا. لا هي شيلز تمام. اسمها ايه شيلز شيلز ريستورانت. تمام سيتي كايو كانتري اي جي كارنسي اي جي بي
language عايز الادرس عايز ادخل بيانات تاني اخش اكتب بيانات اللي انا عايزها لو عايز اضيف اربع يعني في اسامي تانية اد مور مور فيلدز يعني يزود لي فيلدز كمان بس قبلها طلع لي ايرور قال لي عشان تقدر تضيف مور دخل لي الاول الفيلدز المانداتري قلت له اوكي قال لي الكونتري دي كانت مانداتري سيتي عايز ادخل دخلتها له اي حاجه تاني لا ادوس له انتر هنا عملت له مور راح فتحه لو انا عاوز مور برضو تحت هنا يفتح لي في الزياده ستريت ستريت اوبس ايه كل ده لو عايز ميل موبايل كل حاجه بكتب يبقى انا كده هل انا هنا عملت ايه عملت كرييت نيو كود نيو كومباني كود صح كده فروم سكراتش ما كبيرتش اي حاجه دي جواها مش هتلاقي اي بيانات تعالى هتبقى فاضيه خالص لكن تعالى كده هسيف اما جيت اسيف راح فتحني على الصفحه اللي هي ادرس اللي احنا كنا اللي انا كنت دخلت عليها قال لي لو عايز تضيف اي بيانات قلت له انتر خلاص مش عايز قال لي داتا سيفت داتا سيف باك تعالى كده هخش على نيو سيشن هفتح نيو سيشن معايا واقول له في صفحه اسمها اس اسمها جلوبال سيتنجز دخلنا عليها قبل كده لا جو فاينانشال اكاونتنج حاجه اسمها فاينانشال اكاونتنج جلوبال سيتنجز يعني التصطيبات الاساسيه او الاساسيات الرولز الاساسيه بتاعه الشركه فهخش على جلوبال بارامترز فور كمباني كود دخلت جواها لغايه انتر جلوبال بارامترز دخل لي البيانات الاساسيه قال لي اليوزر محمود حاب قافلها لان انا فتح حاجة متعلقة بيها هي مش فتحها هي نفسها بس فتح حاجة متعلقة بيها اللي هي company code انا اقول له باك هنا احنا كده عرفنا من الصفحة دي ازاي نكبير company code وبعد كده نعملها edit او نكري company code from scratch صح؟ ايه عفل هرجع تاني على new session هنا قلت له do you want to display log data لا مش عايزه display بقى قلت له enter راح فتح اقدر اتشنج فيها اقدر اتشنج فيها حتى اسمها change view يعني ان هي الشاشه دي changeable اوكي قلت له عايز اعرض الكمباني كود اللي اسمها STMR دي اللي كبيرناها صح؟ تعالى كده هدوس دبل كليك عليها ايه ده؟ قال لي استوديو مصر اس تي ام ار اسمها استوديو مصر في كايرو كانتري كي اي جي العمله اي جي بي لغه اي ان شارت اوف اكاونت شجره حسابات اي ان تي كانتري الشارت شجره الحسابات بتاعه الكانتري بتاعه الدوله مش الجلوبال بقى ده عامل ليفل جديد فاكر كل البيانات دي جابها منين؟ من الكوبي تمام اما لو احنا فتحت له تعالى باك بقى هنا كنسل فيم بتاعتنا اسمها ايه اللي هي شي ال اس سي اتش ال اس دخلت عليها فاضي ليه لان ولا عرفت لها اي حاجه لسه كرييت فروم سكراتش وتحط الصوره هنا بيقول لي انه بوستون ماشي خلاص كانسل اساسا طيب تعالى في الديفاين برضو الحاجات الخاصه بالفاينانشال اكاونت فاكر البيزنس اريا اللي هي البيزنس اريا دي اللي هجمع فيها الكمباني كود
امال الكلاينت ده هو الكوربريت اللي شغال تحتيه كمان يكون. امال يعني ايه التانية ان انا اجمع فيها؟ مش فاهم. دي هيتحط تحتيها بيزنس اريا اللي انا هبدا اغطيها من من الكومباني كود. يعني قصدك الانشطه بتاعت الشركه؟ ايوه. يبقى الانشطه اللي هي شغاله فيها الشركه. اه يعني مثلا كومباني كود اللي هي شيلز دي، شيلز دي بتعمل شغاله في شغل مطاعم بس، بيزنس اريا بتاعتها مطعم. تمام. او اكلات. اه ممكن تقسم شغلها انواع الاكل. اه اكلات شرقيه ولا حلويات بالظبط. ادي كده. لكن في شركه تانية اللي هي بورتو سخنه، لا بزنس اريا بتاعتها كونستراكشن بس، تشييد. تمام. فهنا دي بزنس اريا ودي بزنس اريا. طب ليه البزنس اريا؟ عشان خاطر ان في شو، ان عشان خاطر القوائم الماليه الفاينانشال ستيتمنتس لما اطلعها على مستوى الكونسوليديشن، عايز اطلع عندي كذا شركه شغاله كونستراكشن، بورتو سخنه، بورتو مارينا، كذا كذا كذا. مشروع كل مشروع عايز على حده اعرف بيكسبني ولا لو بيكسر. كل واحد على حده اللي هو هطلع بتاع الشرطه بتاع الشركه دي لوحدها. اما لو كل قطاع لوحده، يعني مثلا شركتين شغالين كونستراكشن، شركتين تانيين ريستورانتس مطاعم، عايز اطلع شغل المطاعم لوحده، شغل الكونستراكشن لوحده. طبعا. يبقى كده اطلع الفاينانشال ستيتمنتس ديبند على بزنس اريا. تمام. واضحه؟ تعال نكري باي ديفولت بنكريت على الاقل واحده، لازم ديفاين بنكريت على الاقل واحده، حتى لو تمبلت دي التمبلت بتاعتها لي 0001 دي بتنزل اساسيه اسمها بزنس اريا 0001، هي مجرد مسمى، لكن هنا مسمى لكن بتتربط في الكنترول. تعالى هنا مثلا في متكريت حاجه اسمها ميكانيكال انجينيرنج، كونسيومر برودكتس، بلانت انجينيرنج، ميكانيكال انجينيرنج، اوتوموتيف. انا هقول له مش احنا عندنا واحده فود كونسيومر برودكتس، بس عايز اسميها على حاجه بتاعتك، فاقول له سيلكت عليها وكبيرها. هتسميها ايه؟ قلت له هسميها فود FOOD. تمام كده؟ تمام. وهي اسمها ماشي، خليها consumer product. تمام. يبقى انا كده كريت business area اسمه food، صح كده؟ تمام. تعال اقول له اربطه تعال هكريت new entry، هكريت واحدة جديدة اسمها construction. اه اللي هي بتاعت الشركات التانية. ايوه. بس دي طبعا كده دي كاريت. دي كده كاريت، مش كوبي. مش كوبي بالظبط. صح كده؟ صح. من البيزنس اريا. صح بتاعت البيزنس اريا. مرة عملت لك كوبي ومرة عملت لك كريت كونستراكشن. تمام. طيب انتر. اوكي سيف. هيسيف الاثنين في الريكوست بتاعك. تمام كده. طيب هرجع كريت كمباني كود تالتة، خش من هنا كريت واحدة فروم سكراتش وسميها بورتو، طلعها كود 4 الفا نيوميرك يونيك، ما يبقاش متكرر مع واحده تانية، وحط لها الاسم وملى بياناتها. ثواني هجيبها عشان نشتغل على الثلاثه. اخدها كوبي ولا اديت؟ لا اعملها فروم سكراتش.
فكان كبيرتها؟ اه ليه؟ ما عرفتش تعملها فروم سكراتش؟ لا كوبي يعني. طب ليه؟ لا عادي يعني التانية اسهل يعني. اه انت كبيرت من اس تي ام ار لبورت. اه ماشي. لا مش التانية اسهل على فكرة. السكراتش اسهل. تمام. ليه؟ لان انت هنا محتاج تخش كل حاجة وتغير داتا بتاعت القديم. اللي انت كبيرته من القديم. ما انت مش الشركة مش لازم تكون شغالة بنفس شجرة الحسابات. مش بنفس الفيسكال يير، نفس البوستنج بيريود فاريانت، نفس الحاجات دي كلها. فانت هتخش تشينج كل الكلام ده. تمام. طب ما الاسهل ان انت تكريتها وتعملها. طيب. واضحة؟ طيب ماشي كويس ان انت عرفت تعمل الكوبي دلوقتي. اوكي ادي دي حاجة. طيب انت بعد ما تكبيرها تخش تعمل ايه؟ ايديت ليها. ايديت لي بوزيشن اسمها بورت صح؟ ماشي. بورت اسمها ايه؟ هذا بورت و اوكي خش على الدنيا. شوف لي مسج. ماشي. تمام كده؟ تمام. ماشي. سيب. هل عايز اغير الديتيلز؟ اه. ماشي. نحن بورتو. ماشي. اي بيانات تاني؟ مش عايز. اوكي تمام كده. لا سيب. في حالة ان انا عايز اكريت واحدة بقى فروم فروم ستراكشر فروم سكراتش نيو انتري اقول له كومبني كود. نعمل مثلا واحدة ربع سريعة اسمها حلقة سمك فيش فيش سايكل فيش سلايس سلايس من الحق. ماشي. او فيش رستوران في حرف الاول فيش اول. ماشي ممكن نسميه فيش خلاص. ماشي تمام كده. اسمه فيش سلايس سلايس كايرو currency USD. language English. عايز اضيف اي بيانات؟ اوكي. company كده كريت فروم سكراتش شركة. تمام. شركة كم؟ أربعة. طيب بيك بقى كده احنا كريتنا وكبيرنا كريتنا وكبيرنا الاول كريتنا هولدنج اللي هي كوربريت بتاعتنا اللي اسمها ده اللي هو الكلاينت اللي هو الكلاينت اسمه بورتو وعملنا بورتو وعملنا الكلاينت اللي هو بورتو لا عامر عامر الكلاينت عامر اما الشركات عملنا بورتو عملنا حلقة سمك عملنا تشيليز عملنا استوديو مصر تمام كده وعملنا البيزنس اريا ديفاين كونستراكشن وفود تمام كده ماشي فانكشنال اريا الحاجات دي هل اي حاجة من دول عايزهم لا مش عايز اعرف بقى معلومات عنهم بالهلا تمام كده يبقى احنا كده انا عملت عرفت بس استراكشن بس هل مش مربوطين هل ببعض. مربوطين ببعض؟ لا. لا. طيب تعالى كده اقول له بقى اطلع من بره ديفينيشن اخش على اساينمنت. اساينمنت يعني اعمل لينك ما بينهم. لينك جوه فاينانشال اكاونتنج اساين كمباني كود تو كمباني. انا عايز اساين ان كل شركه من دول بتشتغل
company code the company. ال كل شركة كل company code من دول ليها company ليها client اسمه كده. تمام. فأنا هقول له هختار company code. ماشي. تعالى اقول له لو انا هعرف هو ساعتها مش هتلاقي كل ده هتلاقي بس الكومباني كودز بتاعتك لو كاتب هنا كومباني اللي هي عامل مثلا صح هنا صح يبقى كده ربطهم بعد المفروض يبقى قدامهم فاضيين المفروض يبقى قدامهم فاضيين صح؟ هيبقى قدامهم فاضيين بالفعل صح ادي شيلز صح كده؟ شيلز ايه؟ تعالى نختار من F4 راح مطلع لي كل الكومبانيز الموجودة على السيستم انا دور على عامر مش عارف هقول له عامر قلت له انتر راح مطلع لي ايه جروب قلت له صح طيب ايه تاني مش دي ده بيقول لي على حاجة تانية في ايرور مش انا مش هقعد ادور هقول له على احنا قلنا تشيل صح؟ اه اس تي او ام ار تمام مين تاني حاجة من تحت؟ بورتو بورتو موجودة تحت؟ لا اوكي بورتو ايه تمام كده؟ ايه تاني؟ فيش فيش كده انا سيف بتاع راح قايل سيف كده عمل ايه ربطنا ربط كل الكومباني كودز اللي انا كريتها بالكومباني اللي اسمها عامر طيب نرجع هل في حاجه اسمها اساين بزنس اريا الكومباني كود معينه مفيش خطوة اسمها assign business area to company code زي كده assign company code لو company مفيش حاجة اسمها assign business area to company code ليه؟ لأن البيزنس area دي مجال شغل ممكن يكون في كذا شركة تمام؟ فدي أنا بعرفها بقول تعالى لو أنا دخلت على طول على هقفل ده احنا كده خلصنا الassignment خش على Financial Accounting New على Global Setting Global Enter Global هقول له دخلني على مثلا بتاع فيش فيش دبل كليك عليها كل اللي حدده كل اللي ضافه هنا ايه؟ ان في company ان هو العيلة بتاعته اسمها Accounting Group عامر Group كل اللي اقدر اعمل له اساينمنت ما اسمهاش اساينمنت كمان ان انا احدد ده اقول له ان انا ممكن اطلع الفاينانشال ستيتمنتس ديبند على البيزنس اريا بيزنس اريا فاينانشال ستيتمنت بعمل شيك بوكس عليه يبقى كده لما اعمل تقارير خاصه بالشركه دي يطلب مني بيزنس اريا والبيزنس اريا مربوطه بكوست سنترز معينه او بروفيت سنترز معينين فين في الكنترولنج لكن ما فيش خطوه اسمها assign business area to company code ده سؤال في السيرفر ماشي هقول له سيف سيف لي ده كده كل شركه هخش عليها اخش على كل شركه اعمل الحركه دي او لو في شركه مش عايزه تبقى ليها بيزنس اريا بسيبها your changes will be lost cancel no هو بيقول لي لازم تدخله باقي البيانات المانداتوري اقول له cancel نبقى نخش نعملها بعدين مشكلة بيك عرفت وضحت الجزء بتاع البيزنس اريا تمام